إعداد جيل كامل لشغل الوظائف القيادية على جميع المستويات واكتساب الفرد خبرات جديدة تؤهله إلى الارتقاء وتحمل المسؤولية أكبر في العمل، كان هدف مؤتمر الشباب الأول للتنمية البشرية الذي أقامته وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وبرعاية الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية. حوارات ونقاشات مفتوحة تضمنها المؤتمر في سعي حثيث لتعزيز القدرات القيادية وإدارة الموارد البشرية، حمل معها دور الشباب في الإصلاح الإداري وتوظيف طاقتهم بالعمل. لنحكي أكثر عن المحاور التي تمت مناقشتها على طاولة المؤتمر وعن المحاضرات والجلسات التدريبية للشباب. أكيد بصرنا نرحب بالدكتورة نهى شوحني، عضو في مجلس إدارة في جمعية الموارد البشرية ومدربة في مجال الموارد البشرية. صباح الخير دكتورة، صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. تمام ماشي الحال. صباح الخير للجميع. أنا أول شيء بدي أتشكر السيد الرئيس لرعايته لهالمؤتمر الشبابي الأول، لأن الحقيقة كان أكثر من رائع، لوزارة التنمية لمبادرتها أكيد بطرح المشروع والمؤتمر، فنحن كثير متشكرون لإتاحتي كمان الفرصة للمشاركة وكون ضمن هالمؤتمر الشبابي. أكيد. أهلا وسهلا فيك عن جديد ويعطيكم العافية. يعني دكتورة، من خلال الاحتكاك مع الشباب، من خلال الجلسات والدورات والندوات من خلال هالمؤتمر، شو كان الانطباع الأول اللي أخذته كمدربين تنمية بشرية؟ هلا اول نقطه اني انا كنت كثير مبسوطه اني كان في شريحه متنوعه ومشكله من الشباب، كان في الخريجين وكان في اللي عم يدرسوا طلاب، كان في السنه الاولى وكان في سنه خامسه وكان في ناس حتى هن اوريدي بسوق العمل موجودين، فكان هذا التنوع اني بتحسي كثير حلو اني شريحه، اني شو هذا فور اني انا بدي يكون في اطباء، في صيادلة، في مهندسين، في طلاب من اختصاصات جيولوجيا، يعني مدرسين دارسين معهد تربوي، فالشرائح اللي موجودة المتعددة لها بتتفاجئي اني جايين على تنمية بشرية وموارد بشرية اللي هي ممكن ما تكون من صلب اكيد اختصاصهم، وهون هذا الطرح يعني بيعمل استفسار اني برافو، بتنبسطي اني صار في وعي بالشارع السوري لهذا المفهوم، وكتير انبسطنا بمشاركتهم اكيد. نعم، يعني يمكن ضمن المؤتمر تم مناقشة العديد من المحاور، يمكن قبل ما تخوضوا فترة مرحلة التدريب العميق مع الطلاب، خلينا نحكي عن أبرز الخطوط العريضة والعناوين العريضة يلي يمكن تم مناقشتها وتم طرحها بالبداية. هلا نحن أول يومين للمؤتمر كمدربين كنا معنا بجلسات، كان في ورشات عملية، والورشات العملية كانت مع جهات تعاون بين اتحاد الطلبة وبين في اشخاص كورشات عمل لهم من قبل الوزاره، فكان في اكثر توجه من ناحيه الوزاره بالنسبه للمحاور، ولكن اكيد كانت تتمركز بشكل اساسي على موضوع التنميه الاداريه وكيف نحن ممكن نمشي بمشروع اصلاح اداري باذن الله، لان انت ما فيك اليوم، نحن كثير حكينا ان نحن الاصلاح الاداري ما بنقدر نوصل له ان ما كنا عم نشتغل بالتنميه، التنميه هي عباره عن مفهوم يعني مستمر، نحن ما دام عم نقول تنميه معناتها في استمراريه باذن الله، بس لما بنقول اني والله الإصلاح بده مراحل في عنا، لذلك نحن هالمفهومين هدول كانوا مرتبطين بالجلسات الأولى اليوم الأول والثاني للمؤتمر، وكانت عبارة عن قطاع مشترك وقطاعات خاصة بسوق العمل، ونحن ما كنا كمدربين موجودين بهي هذا، ولكن كانوا حسب ما جتنا الفيدباك إن كانوا عم يشتغلوا على المحاور الإصلاح الإداري والتنمية بالقطاعات الحكومية أكثر، ولكن نحن جلساتنا التدريبية كانت مركزة أكثر على تطوير مهارات الشباب، من مهارات كان في مدربين بمهارات القيادية، أنا كان عن مفهوم الموارد البشرية، زملائي كانوا عم يحكوا عن كتابة السيرة الذاتية، كمان زملائي الآخرين كانوا عم يحكوا عن قليلة الوصف الوظيفي، بطاقة الوصف الوظيفي، لأني نحن وقت بنحكي اليومي أني أنا بدي أعمل عملية تنمية لازم حدد أنا معطيات العمل، تحديد معطيات العمل تعتمد أول شيء أن يكون عندك وصف وظيفي، هالوعي للوصف الوظيفي هو من الأساس معتمد على بطاقة الوصف، فكان في شرح لهالأشخاص هاي لا لا. طيب خلينا نحكي دكتورة، لكن كنا عم نحكي مع وجودك مع الشباب والانطباع اللي أخذتيه والمقترحات اللي قدمتوها، لكن أيضا للشباب في عندهم أفكار ممكن تكون في عندهم صعوبات ممكن يحاولوا يقترحوها أو يقولوا لكم عليها حتى يلاقوا الطريق الأصح لحتى يوصلوا للهدف الراسمين بحياتهم، خاصة أن الشباب أكاديميين تمام. وبعد فترة من الدراسة رح ينطلقوا على المجال العلمي.
تمام. هلا نحن من احد النقاط اللي كثير يعني بالفعل شكرا زين لهذا الموضوع، لاني كان مثلا نحن بمجال التربيه اني مدرسه عم تساهم بهذا الموضوع، هي اني انا اليوم ما بعرف يعني كيف بدي اتعامل مع طلابي، فاني انا بالنسبه لي لو عندي ماده اداره حتى انا بقدر ادير الطلاب، يعني مفهوم الاداره بالنسبه لنا حتى اداره موارد بشريه، انت عم تتعاملي مع اشخاص، مع بشر، سواء هذا البشر طالب صغير طفل جامعي باي شريحه عمريه كانت موجوده. طيب نحن ليه ما عم يكون المطالبات كانت اني ليه ما عم يكون في تعاون او توعيه من وزاره التربيه من الاساس اني نحن يكون في بمنهاج الدراسي تطوير لهالكفاءات؟ ليش عم تنتظرونا لنصير بسوق العمل حتى نواجه هالصعوبات هاي؟ صحيح. ان ما قلنا بوزاره التربيه ربط الكفاءات مع وزاره التنميه، خاصه نحن بالنسبه لنا في موضوع الاساتذه والمعلمين كان في مطالبه اني نحن اليوم من قسم الموارد البشريه المفروض ياهل كمان المدرسين اللي راح يدخلوا، لاني نحن التعليم كثير مهم، هو الاساس. اذا رح نحن نحكي عن التنميه فنحن رح نبدا بمرحله التاسيس المرحله الاولى الاساسيه ومرحله المرحله الجامعيه بعدين سوق العمل. فكانت المطالبات اني من خلالهم كان بعدين في طلاب المرحله الثانيه المطالبات الاقتراحات لهم من الهندسات مثلا والكليات الطبيه، ان نحن اليوم ما في كمان عندنا ماده اداره بكل المنهاج كلياته فني. طيب امتى رح تكون عندنا ماده اداره؟ هلا بالانظمه العالميه اذا بدنا نحكي بالانظمه العالميه في شيء بيقولوا لك كومبتنسي اسسمنت، عباره عن تقييم الكفاءات. اول ما يفوت الطالب الجامعي بيصير له تقييم لكفاءاته من حضوره لبرزنتيشن التواصل تبعه، بيكون في له اختبار لهالمهارات. هذا الاختبار يعمل يعني الطالب يخضع له في اول دخوله للجامعه، بعدين بعد الانتهاء السنه الاولى بيصير اختبار تقييم ثاني، بيرجع السنة الثانية بصير بيشوفوا تطور هالمهارات وهالكفاءات لدى الطلاب الجامعيين. بيطلع الطالب متخرج خلال السنة خلال المرحلة الدراسية الجامعية بيكون عم يخضع لدورات من مهارات تواصل لمهارات تقديم نفسه، لأن أي عرض تقديمي مشروع عم تعملي مهارات عرض. فهذا الكلام أني نحن كلياته نفتقده في جامعاتنا السورية. لما يكون في قالت لي أنا مهندسة أني أنا اليوم كتير حلو هذا الكلام أو المفاهيم عن إدارة الموارد البشرية كتير أنا ممكن اني اطبقها، لاني انا عم بدي بالنهايه نحن من ناحيتين عم نتعامل بالشركات مع مدراء، فما عم ندخل على سوق العمل ما بنعرف كيف هن بيفكروا. لو نعرف في مفاهيم معينه تجمعنا نشترك فنحن اكيد بيكون ادائنا افضل. الطريق تقريبا صحيح. والنقطه الثانيه ان احنا بالنسبه اذا بدنا نفتح مشاريعنا الخاصه اللي هن في منهم عندهم فكره فتح مشروع خاص، نحن كمان بدنا نعتمد على ما في مشروع خاص بلا قاعده موارد بشريه بلا اشخاص. فنحن حتى هدول اسلوب الاداره ليش نحن ما يكون عندنا توعيه لطريقه المنهجيه للطريقه العلميه السليمه. وكان هذا الشيء هن تعرفوا خلال المؤتمر على تطور حتى المفهوم هذا كيف تطور وكيف اليه تطبيقاته وكيف التركيز على الكفاءات. فنحن المطالبة كانت من توصياتهم كثير المطالبة ورفعناها طبعا للوزارة كمدربين من خلال الشباب اللي كانت موجودة معنا من قبل الوزارة، ان نحن ربط اكيد المواد او تحديد الكفاءات من تقييم كفاءات وادارة الكفاءات للطلاب الجامعيين، وتكون في نطالب الكليات من وزارة التعليم العالي ان يكون في مادة الادارة لكل المراحل الجامعية لحتى تكون جزء من ادارتهم لحياتهم بالمستقبل. نعم. وتخفيف الفجوة يعني بين سوق العمل والتخرج. نعم دكتورة نهى، يمكن بالآونة الأخيرة كتير شفنا الضوء عم يتسلط على الموارد البشرية وعم يتسلط على هذا المنحة، يعني من خلال ورشات العمل كيف شفتي يمكن ليونة تقبل المدرب والمتدرب بهذا الموضوع؟ هو يمكن ما نم متروك كتير مثل ما ذكرتي لا أكاديميا ولا على أرض الواقع من خلال الشركات، كيف شفتي التقبل للموضوع؟ كيف شفتي المرونة يمكن من قبل الجهتين المتدرب والمدرب؟ أكيد. هلا نحن بالنسبة لأن من قبل المشاركين كانت أو المتدربين فكانت هنن كان عندهم قلت لك مختلفين الشرائح، فاللي داخل على سوق العمل كان بيهمه اني انا جماعه الموارد البشريه خاصه في القطاع الخاص كيف بتفكر، يعني انا بدي اتعرض لمقابله، انا كيف بدي اقعد او شو الاساس اللي بيعتمدوا فيه اليه التفكير جماعه الموارد البشريه. فكان نحن عم نحكي اني من خلال مرحله الوظائف البشريه احد الوظائف تبعتها هي التوظيف، فحكينا عن الاستقطاب، مرحله الاستقطاب والاعلان. نحن لما بنعمل اعلان كيف اليه الاعلان اليه الاستقطاب وقت بدنا نجذب اشخاص لسوق العمل، شو هي المعايير اللي نحن حتى والانتقاء التعيين
على أي أساس نحن بناخد معايير التعيين؟ فهي الكفاءات أو المعايير اللي نحن بنشتغل فيها كموارد بشرية كانت من ضمن شرح بروسيس أو عملية التوظيف. فهن كانوا كتير مبسوطين إني قدروا يتعرفوا على هالمرحلة هاي، لأن أعطتهم وعي إني اليوم في عندي أنا كمان، كان أعطتهم وعي إني أنا اليوم توظفت. في كتير ناس بتختار شركات بتقلك يلا أنا الحمد لله اشتغلت، بس ما بيفكروا فيها بشكل استراتيجي. أنت اليوم بيجوز تأخذ راتب أقل بهاي الشركة، ولكن تعطيك تدريب ومسار مهني أعلى. فاليوم صار في عندهم وعي اني انا مو بس انت توظفت وتعينت، انت من حقك كعامل بس صرت بالشركه انك في شيء اسمه اونبوردينج، اللي هو انت اول ما توصل على الشركه يعرفوك بالشركه، في برنامج كامل متكامل. لا يمكن شوي صارت اسهل، يمكن صار في على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت صار بيفسح لك مرحله الاعلان والتقدم تماما. للعمل اديه الاعلان، وكنا عم نحكي عن الانترنت والسوشيال ميديا كيف لعبت دور كتير كبير بتطور مفهوم الموارد البشريه وحتى التقديم للوظائف. فاليوم هيك الشباب كانوا مو خريجين، كان عندهم كتير حماس اني انا بدي اعرف هالآلية هاي، وانبسطوا اني انا بالنسبة لي في بعدين في مسار وظيفي الاجور والرواتب كيف تعين. يعني انا اليوم وقت انا عم بدخل على سوق العمل اني انا شايف حالي كتير حالي منيح، بجوز انا اطلب كتير، بس انت لازم تعرف اني في سيستم، في نظام عمل، الاجور هذا نظام العمل مبني كمان على معايير، وشرحنا لهم المعايير اللي تبنى عليها علميا هاي المفاهيم. بالنسبه للناس الثانيين الخريجين بسوق العمل، كان الشريحه الثانيه في ناس متطوعين كمان، كان انا لفتت نظري بهذا الكلام مع لبناء بتطلعي اني طلاب طب بشري كانوا عم يطالبوا اني عم يتابعوا بلديات لحتى يدخلوا بالمستشفيات يساعدوا يعني بالبلد. يعني بتلاقي روح شباب حماس كتير كبير اني نحن بدنا نشجعهم، عم يحاولوا ما يلاقوا حاضنه لهم، اني كانوا عم يطالبوا هيك شباب. هي الفكره انه الشركات كمان صارت عم تسلط الضوء على الموارد البشريه، يمكن بنشوف نحن قسم الموارد البشريه ولكن يمكن فعاليته فعاليه الموارد البشريه بارض الواقع، الخطوات يلي درسها او يلي تعلمها على اكمل وجه بسبب انه قله المفهوم الوعي الصحيح لدى صحيح. الشركات كمان صحيح. هلا نحن ما فينا نقول تطبيق الموارد البشريه سواء في القطاع الخاص، اكيد نحن في عندنا تحديات بالقطاع الحكومي، تحديات كبيره، لان في عندك انت قوانين ناظمه بدها تعديل. يعني إذا بدنا نمشي بشكل عالمي في عنا بعض القوانين بقانون العمل بالنسبة للجهات الحكومية نحن بالنسبة لأننا بدها تعديل، وهي تأخذ وزارة التنمية الإدارية أكيد عم تشتغل، لأن في معايير حتى لجنة تقييم الأداء وقياس الأداء، فعم يعني إلى معايير معينة عنا في قوانين ناظمة بنظام الفئات بعرقل بعض التطبيقات بالنسبة لمفهوم الموارد البشرية الحقيقي. نحن بالنسبة لأن أكيد القطاع الحكومي هو تطبيقاته شوي بدها لسه بنية أكتر. نحن حكينا عن اللامركزية في القرار، كلمة توسعتي مفروض نحن يكون في عنا تفويض، مفهوم التفويض. هذا التفويض نحن هذا دور الموارد البشرية ليشجع فكرة التفويض. أنت اليوم مدير ما بتدخل، يعني إذا كان أنا عم بحكي مدير عام ما بيصير يدخل بإجازة موظف، ما أنت عندك مدير إداري هو اللي بوقع الإجازات، مفروض صحيح. مفوض أو مخول لهذا العمل لتسهيل الأمور والإجراءات. لتسهيل الأمور تماما. فنحن هل التفويض بالنسبة لنا أدي درجة التفويض أو اللامركزية، هذا ضمن البرنامج الموارد البشرية. بالنسبة لنا المفهوم بالقطاع الخاص الموارد البشرية كمان نحن للأسف في شركات خاصة لسه بتمشي بمفهوم نحن منقله ما له مرتبط ابدا بتطبيقات الموارد البشريه، ولسه نحن السوق السوري انا بقول يمكن نسبه تطبيقه المضبوط يمكن عندنا بالشركات السوريه 30-40% مو اكثر، بس منيح يعني في بدايه مبشره كثير عاليه، يمكن كثير عاليه. وبالنسبه للارقام كمان للتنميه البشريه الاول استمر عده ايام تمام. يعني باختصار شو بتحبي تقولي بختام، كيف كانت تجربتك بهذا المؤتمر؟ اكيد انا بالنسبه لي كانت تجربه رائعه، لما انت بتشوفي الشباب انك انت عم تتواصلي معهم بهالطريقه هاي وعم تحسني تعطي وتسمعي وتوصلي صوتهم لما بتصحلك الفرصة للجهة المعنية، فكان كتير هذا بالنسبة لنا كمدربين نوع أني نحن أقل شيء ممكن نعمله لبلدنا، وخاصة نحن بالظروف الصعبة كل واحد فينا المؤتمر الشبابي أو مراحل تانية كل واحد فينا ممكن يقدم شيء لسوريا، فكل واحد من مكانه المفروض نبادر. الشباب بتلاقي أن هن عم يعملوا لسوريا ونحن دورنا كمان نقدم، فهذا الروح الحماس بتحسي أني في تفاؤل بالمرحلة القادمة. يا رب إن شاء الله يا رب. الله, الله يسلمك. نتمنى انه يضل في يمكن تعاون ويضل في مثل هيك مؤتمرات ومثل هيك ورشات عمل، يمكن كثير بحاجه لها نحن وايضا الشركات، تعطي حتى روح الطموح، كان عندهم اعطتهم امل اكبر اني نحن في جهه
مثل وزارة التنمية رعت أخذت بالفعل المعطيات تبعت المؤتمر أو المخرجات أو التوصيات وإني وعدتهم بدها تشتغل عليها، فبيحسوا وخاصة نحن إذا إن شاء الله طلعت قرارات مرتبطة بالمؤتمر إن شاء الله مستقبلا أو برامج مرتبطة بهذا الشيء أكيد رح يعطي كتير مصداقية، وأمل إني نحن ماشيين باتجاه الأفضل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب تتحقق كل الطروحات والاقتراحات اللي قدمت بالمؤتمر على أرض الواقع. طبعا خدمة للشباب الأكاديمي اللي هن عماد بناء المستقبل. بشكرك دكتورة على وجودك. شكراً. ومبروك انعقاد هالمؤتمر، ان شاء الله كل سنه بصير سنوي ان شاء الله يا رب، ونكون هيك يا رب دائما موجودين مع الشباب باذن الله. اهلا وسهلا.